وحسينا. إنها المسيرة العاشورائية التي ينظمها شبان وشابات من بلدة عدلون مواساة لأبي عبد الله الحسين وأهل بيته عليهم السلام. لقميص الصد عطر جاء به من دار غربة كي أسيل الدمع حزنا رافعا في الكون ندبا رافعا في الكون ندبا لاطما بالهم صدري ناصبا في الطف ما تم نادبا عند غريب صابغا جفني بالدم صابغا جفني بالدم. هؤلاء الشباب الطيبون، هؤلاء الشباب الحسينيون، هؤلاء الشباب الأحرار، هؤلاء الشباب الذين انتهجوا طريق الحسين صلوات الله وسلامه عليه، هؤلاء الذين يثني عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، هم الذين أرادوا أن يسيروا بهذه المسيرة المباركة امتثالا لأوامر الحسين ويرفعون شعار يا ليثارات الحسين. يؤدعى قائم المهدي يؤدعى فوق أرض الطف هلت عبرتي باسم الحسين مجلس النوح عليه. نحن كل سنة عم نعمل هالمسيرة، مسيرة حسينية عاشورائية بدون رفع أي علم لحزب معين. نحن مجموعة عشاق الحسين عم نقوم فيها كل سنة، والشكر الخاص للعتبة الحسينية المقدسة اللي هي اللي عم تمولنا وعم تدعمنا بهذه الرايات، من رايات ومن طوب أسود من يافطات من تجهز بكاب موتير مازوت كل شيء معين بالمسيرة، وإن شاء الله كل سنة بدنا نحياها، وهذه تالي السنة نحن بنحياها ورح نضل نحياها كرامة لأبي عبد الله الحسين. هيك مسيرات كل سنة عم تصير عنا، عم تشعل الروح بالضيعة، عم تشعل الروح الشبابية والأخوية بالضيعة، فإن شاء الله كل سنة بنكون على الوعد يا أبا عبد الله ولبيك يا حسين. ضامئا لافي عليه مرتوى من عذب مائي مرتوى من عذب مائي. انطلقت المسيرة من أمام نقطة المفارق باتجاه ساحة البلدة التي غصت شوارعها بالمعزين والمواسين وبهتاف لبيك يا حسين لبيك يا زينب. حملوا الرايات الحسينية تعبيرا عن الحزن لما حصل بأرض الطف من تنكيل واضطهاد وسبي للنساء وإحراق الخيم، والأجساد الطاهرة على الرمال تعانق الأرض التي ارتوت من دماء شهداء أرض كربلاء، فأنبتت نصرا تاريخيا وملحمة أسطورية خلدت على مدى الزمن. زينب عبود، هوانا عدلون.